مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدنا نحكي عن الـ Last Virtual كورس على ما أعتقد سي ودي مثل ما شايفين. فححكي كورس على الـ Last Virtual لأنه هلا فترة امتحانات، هي أول شغلة. ثاني شغلة لأني لقيتهم هدول، فما بعرف إني ملخبطين شوي، ما بعرف إني لأنه دورة جديدة، دورة قديمة مو كاتبين، أو لا على ما أعتقد دورة جديدة، لا والله دورة قديمة 2013، بس هي الدورة عم تجي مرة تانية. يعني أنا شفت إنه في حدا كاتب انه هي اجتني بالامتحان، فما بعرف اذا بتجيكم انتم ولا لا، حسب المدارس حسب المنطقة فبيختلف. ممكن الاستاذ يجيب دورة مختلفة تماما، ممكن تجي دورة جديدة، يعني يقولوا انه في دورات جديدة ممكن تجي، يعني انه ما اجت من قبل. المهم نحن اللي علينا انه نتدرب ونتعلم كيف نحل الاسئلة في حال اجانا نفسها او اجانا شيء مختلف عنا. خلينا نبلش قراءة عشان ما نضيع وقت. الهدف من انا لما بقرأ وبحكي معانيش الكلمات هو ما عرفت احكي هو انه انتم تتدربوا على الكلمات اللي ما بتعرفوها. يعني هلا انا هون هذا كورس سي، انت كطالب دي مثلا عم تتفرج على هذا الفيديو، اذا شفت مثلا كلمه وما عرفتها فمعناتها انت لازم تتدرب عليها وتحفظها، لانه اذا هي اجت بالامتحانات تبع الكورس سي فلازم هي تكون بالنسبه لك معروفه وانت طالب دي. فهدول الكلمات كتير مهمة لأنه هن عم يجوا بالامتحانات، فممكن وكتير جدا يجوكم نفسهم أو يجوكم على مثالهم على نموذجهم بنفس الصعوبة. خلينا نقول، خلينا نبلش. طبعا شوي ما واضح هيك أوضح، بس بدي أكبر مشان تشوفوا شوي أحسن. يعني مثل ما شايفين، تي دي جاري هارمان تروت، سابقا اعتقد الانسان او المرء ات ريسك كان فور كانسر، خطر اصابه بالكانسر مرض السرطان اوكر تزيد نارمان بروتر ميك موبيل تليفون، لما الواحد بيحكي كثير على الهاتف على الهاتف. يعني من نو في سرين اندر شوكنينج ات ريسك كان انت ارستور فور دوم سم هار ان فينت موبيل تليفون اتي اور من ولكن نو الآن في سر يعرض أو يظهر إن اندر شوكنينج دراسة أو تحليل أت أن ريسكن خطر أت ريسكن. أنت شايفين أنت وين إجت؟ لأنه هي جملة فرعية، أت دليل جملة فرعية، ريسكن الفاعل فهي إجت بعد الفاعل. أت ريسكن أنت أرستر إنه الخطر ليس أكثر أو أكبر فور دوم لأولئك سم هار أنفنت الذين استخدموا موبيل تليفون الهاتف إتيو أور لمدة 10 سنين أن أكثر من فوردوم أكثر، يعني من أولئك سم أنفنت الذين استخدموا الموبيلين الهاتف أندر كورتاريتي، الذين استخدموا الهاتف بوقت قصير. يعني دراسة فرجت أنه ما في تأثير كبير، أنه الخطر سم هار أنفنت أور ات ريسكن. انت شايفين انه الخطر لا يكون، انت ارستور انه الخطر لا يكون كبير بالنسبه للذين يستخدموا الهاتف لمده اكثر من 10 سنين على اللي استخدموه لمده قصيره، فيعني ما في اي فرق سواء استخدمته مده طويله ولا مده قصيره. سامتي ديكت بالاضافه فيتمان انت لا يعرف الشخص هور موبيل تليفون بوفيركر كيف الهواتف تؤثر يارنا العقل امان ام فيندر اذا المرء استخدمها ام فيندر دوم استخدمهم يعني اندر ان لانجريتيد ان تي اور اذا استخدموهم اكثر من 10 سنوات. فاهن لنهايتين هم عن شو بيتعلق هذا الخبر؟ واحد مونغ بيتر اوفتر موبيل تليفون انه العديد يبدلون هواتفهم نو ان تي دي جاري انه يبدلون هواتفهم الان عن سابقا، طبعا هذا ما انذكر بالنص. موبيل تليفون الان مين دري فارليجا ان مان ترود دي فروت انه الهواتف اخطر مما كان الانسان يعتقد سابقا، هي صح. دهر بليفيد فان ليجري ات بروتو اميول تليفون ايضاك، هي جمله صحيحه ولكن ليست مذكوره بالنص. نحن هون بدنا نحكي عن شو مذكور بالنص، فالثاني هو الخيار الصحيح. النص اللي بعده سيكستون اوريجا ناديا نيلسون، اللي يعني ناديا نيلسون اللي عمرها 16 سنه فرون اثليتكس دانس، من اثليتكس هي ما اعتقد اسم مكان لانه حرف كبير، دانس رقص، اي بولستا في منطقه بولستا كمان هي حرف كبير يعني مكان. توك هيم جولدت اخذت او حصلت على الذهبيه اي ديسكو دانس بهذا الرقص على ما اعتقد اندر نورديسك ماستر كابن خلال البطوله الشمالية فينا نقول، أو يعني يمكن هاي بطولة بتصير باسكندنافيا، إي أوسلو في أوسلو بمنطقة أوسلو بأونزا يوم الأربعاء. برونز بلاتسن اللي أخذ البرونزية كومبيستا كومبيسن
اجا يعني الافضل صديقه لها يمكن انيل مارتينسون ايفن هون سيكستون اور، حتى انه هي عمرها 16 سنه ديك اوكسوبرا فورشينا اي بار دانس. كمان مشي الامور في الرقص الجماعي او رقص الازواج، يعني مو ازواج، رقص الزوجين يعني اثنين اثنين. دار بريفي ريزولتات ان اندرا بلاتس، هناك حصلوا على المكان الثاني. Va handen heter om. Vanligt att unga tjejer tävlar i pardans. Okej. Unga tjejer vann medaljer i danstävling. أعتقد هي صح. Disco dance är populärt bland unga tjejer. هلا الأخيرة لا، لأنه مو جايبين هذا الحديث أبدا. أما vanligt att unga tjejer tävlar i pardans، هذا كمان مو ذاكرين إنه vanligt ولا او vanligt. الجواب الصح هو الثاني. Unga tjejer vann medaljer i danstävling. فالجواب الصح هو الثاني، خطأ هذا اللي مكتوب هون. الجواب الصح هو الاختيار الثاني. اللي بعده. اوكي، كان هي يمكن هي الصفحة قبل هذيك الصفحة، بس ما بيأثر لأنه كل خبر وإله سؤال، ما في يعني ما في شيء متعلق بشيء، لأنه شايفين اللي بيفتهم نيهيتر تقرأ أخبار وتجاوب عن فاهاندلر نيهيتر أو نيهيتر أو عن شو يتعلق الخبر أو عن ماذا يتحدث الخبر. اين اندر شوكنين، كلمة اندر شوكنين مرت معنا مرتين، يعني هي دراسة. في سر تظهر كمان مرت معنا صارت مرتين. ات نار مان ليسنر بموسيق، عندما الشخص او المرء يستمع الى الموسيقى. سلاب نار مان اوف يعني انه بيسترخي، وانه هيك بيترك الاشياء، فينا نقول انه يعني بيدعى الاشياء او يسترخي، هي بهالمعنى تجي يسترخي. وشنر سي جلادري اوك فريسكري، يشعر المرء بانه اسعد وانشط او يعني هيك نشيط، فينا نقول انشط يعني. من ولكن ديسكا انت فارا فيلك موسيقى سام هيلس، ولكن ما راح يكون اي موسيقى، يعني اي موسيقى على التعيين، لا. دي يلبر بارا اتليس نبودوم بدن موسيقى سام مان فيريك ليجنتي كروم، ولكن هذا اللي بيساعد انك تسمع على موسيقى انت بالحقيقه بتحبها تيك كروم. ات انات سيت ات بلي فريسك، طريقه اخرى حتى تكون فريسك معافى او سليم او نشيط يعني. اف موسيك، عن طريق الموسيقى او بواسطه الموسيقى. ار ات شونجا، انك تغني. من ولكن الله تيكر انت ام، ولكن الاغلب يعني تقريبا الكل لا يعتقد او لا يحبون ات شونجا ان يغنون الا ات ليست نبو موسيك، يعني مو الكل بيحب يغني او يسمع الموسيقى. دي ار دارفور انت ساكرت، لذلك يعني لهذا السبب ليس من الاكيد ان موسيقى ان الموسيقى هرسم افكتر فور، لانه لديها نفس التاثير على الكل. فاهان لنهايه ما شو بتعلق الخبر. الله مور برا اب ات خونجا، شونجا خونجا نفس الشيء هي يغني، لا هذا الشيء من ذكر بالنص. موسيقى كان يلبا مونجا ات مو بتري، هذا الاحتمال وارد لانه موسيقى بتساعد مونجا العديد، ما قال الله، لو كان يلبا الله لا، لانه هم كاتبين الله تيكر انت ام، بما انه كاتبين مونجا فهذا احتمال صح. دوم سام ليسن بو موسيق ليفر لانجري، ما جابوا سيرة ليفر لانجري، معناتها الخيار الثاني هو الصحيح. اللي بعده. مونجا بليستر نستن 46% هولر انت هستي هيتن اوتن فور سكولر. اوكي، ان في دوم شوغ سكولر سمهار اندر، عديد من السيارات تقريبا 46% هولر انت هستي هيتن اوتن فور، يعني ما بينظموا او ما ملتزمين بالسرعه خارج المدارس. في دوم شوغ سكولر بجانب 20 مدرسه somehow under socks، يعني الذي تم البحث. under socks هي جاي للمرة الثالثة، هي من كلمة under socking أو under shocking، يعني انه هي عبارة عن تحليل او بحث. هون under socks يعني بحثوا. for منشورة ماكسيمال، تستطيع المرأة ان يسور ان يسوق ماكسيمال يعني حد اقصى 30 كيلومتر يتم 30 كيلومتر بالساعة. من مونجا فوراري، ولكن العديد من السائقين شور فورتر يسوقون بشكل اسرع. ان ديل شور دي مير ان 40 كيلو شيلو او كيلو نفس الشيء شيلو متر اتيما، جزء بيسوقوا اكثر من 40 كيلو بالساعه. دي ار سارشيت ستورا بروبليم بوفورن نربان نن بوريا سيكلاتيل او فرانس كولا، هذا بالاخص مشكله كبيره بالربيع. نار بارنن عندما الاطفال بورير يبداون سيكلا
يعني ياخدوا البسكليت او يسوقوا البسكليت تيل اوفرون يعني الى ومن المدرسه، يعني رايحين راجعين من المدرسه. مونغا فور ادرر العديد من الاباء ار او روليغا يعني قلقين او فيلينتا اتبانينس كابرومينيرا الا سيكلا شيلف سكول، العديد من الاباء قلقين ولا يريدون ان ابنائهم يتمشوا او يمشوا يعني يمشوا او يسوقوا الدراجه شيلف لوحدهم تيل سكول الى المدرسه. فاهاندلر نهايه تنوم مونغا فور ادرر شور سينا بان يبيل تيل سكولا، ما ذكروا انه شور سينا بان يعني انه ياخذ اولادهم سيارته للمدرسه، انه الاب يوصلهم بالمدرسه، ما ذكروا هذا الحكي. اثنين مونغا سكولر فيل ستوب بيل ترافيك قدام فور سكولون سكولا، هذا الحكي كمان ما اعتقد انذكر انه فيل ستوب بيل ترافيك. اما مونغا بيلستر شور فور فورت اوتن فور سكول، يعني العديد من السيارات او المركبات فينا نقول بهالحاله يعني شور فور فورت يسوقون بشكل اسرع خارج المدارس، فالخيار الاخير هو الصح. هذا غلط، الخيار الاخير هو الصح. اللي بعده ريس تيبس نصائح للسفر. لاس ذا برشونر سير اوكسفارا بفروغنا، بدنا نقرا شو عم يحكوا الاشخاص ونجاوب على الاسئله. طبعا مثل ما شايفين شوي الاسئله مغبشه، انا عم حاول بالزور اقرا افهم شو مكتوب، عم حاول اكبر لكم بس ما بعرف اذا مبين ولا لا. طيب اليساندرو، هذا اسمه اليساندرو، فاير اليساندرو فور تيبس، شو عم يعطينا اليساندرو نصيحه؟ بدنا نقرا ونشوف شو نصيحته. أم دو أنت هيت إنستاد، إذا ما وجدت في بمدينة إلر أم دو أنت هيت إنستاد إلر أم دو فيل ها تيبس أورود أم ريستورانجر فروغا نو غون سام بودار فولك أر أوفتا سنيلا أو تريبليغا. يعني إذا أنت ما وجدت شيء بالمدينة أو أنت بدك تحصل على نصائح، ها تيبس أوك رود، ويعني كمان رود وتيبس، تيبس يعني نصيحة ورود يعني نصيحة أو حكمة أو إمكانية بتجي لما بيكون واحد إنه يا هار أنت رود أت شوبا، فهون بتجي إنه إمكانية مادية. المهم هون جايب معنا إنه نصيحة أوم ريستورانجن على المطاعم، هو نصيحته إنه فروغا نوغون سمبودا، اسأل أحد يعيش هناك. فولك الناس آر أوف تاست سنيلا، الناس غالبا سنيلا لطيفين أو تريبليغا ويعني نايس لطيفين. يعني ما نحن حقودين ما نحن كرهين بهالمعنى بتجي. برومينيرا ميكيلا ريس ألدريك إنسام، لا ما ذكر هالحكي. ريس ألدريك إنسام يعني لا تسافر لوحدك. برومينيرا ميكا تمشى بشكل كثير. بلانيرا إن دوريس الخطط قبل السفر. باكا إنت فور ميكا ساكر، لا تحذم الكثير من الأمتعة. ولا بي أوم يلب يعني اطلب المساعدة. طبعا هو عمول إنه اسأل الناس، فمعناتها آخر وحدة هي الصحية، اطلب المساعدة. اللي بعده هذا القسم صراحة كتير سيء القراءة، يعني بالزور أنا عم بفهم هون، أعتقد هذا أحسن. تولاي، هي كأنه اسمه تولاي، شو نصيحته؟ ها ألدريك مير أند فو فيسكور، لا تأخذ معك أكثر من حقيبتين. فوردو أو كان ريسكن أدو جلوم مير نوغون بيسكا بوتوك توغيت، لأنه يزيد الخطر أن أنت تنسى شيئا أو حقيبة ما بوتوغيت على القطار. تام الدي خذ معك سوليتي القليل سمويلك قليل قدر الامكان. دي ميستا كاندو شوبا اغلب الاشياء تستطيع شرائتها ناردو كومر فروم، لما بتوصل لهنيك لما بتوصل لوجهتك، معناتها هي باكا انت فور ميكي ساكر، اعتقد هي باكا انت فور ميكي ساكر، انه لا تحزم الكثير من الابداع، فهي الرابعه الصح. شايفين نفس الخيارات فوق وتحت، فهي هون الرابعه الصح. اللي بعده ايدل اعتقد اسمه ام دو ار بو سيمستر، اذا انت بالسمستر ايه نستاد في مدينه اوك انت تاكسي الا بوس، لا تاخذ التاكسي او الباص. دي ار بتري ات جو اوميكرين، من الافضل انك يعني تمشي حوالين المنطقه بهالمعنى. دو ار دي ميكي لتري ات سي او اوبليفا ستادن، انه هيك بتزيد او كتير اسهل لك انك انت تشوف وتعيش بالمدينه، او انه يعني تنبسط انه تشوف يعني بعينك، تمر هيك تدور يعني تدور بالمدينه، ما تاخذ باص ولا تاكسي. معناتها برومينيرا ميكي، فينا نقول الخيار الاول هو صح بنصيحه ايدل. اللي بعده ماريانا او مارينا، شو بتقول مارينا؟ يا تيكر اتمانسكا يورا ان ليستا مي فيكتيغا ساكر، انه الواحد بده يعمل ليستا
من فيكتيغا صار مع الأشياء المهمة سو أتمان، يعني بمعنى أنه المرء أنت جلومر نوغوت لا ينسى شيء. أتمان أنت شايفين أنت جايت بعد الفاعل لأنه أت دليل الجملة الفرعية. أوكليس ميكا وأقرأ الكثير أم بلاتسن عن المكان دوسكا أوكتي الذي سوف تذهب إليه دوبلي ريسا رولي جاري. هيك بتصبح الرحلة أمتع، معناتها بلانيرا إن دوريسا خطط قبل السفر. الجواب الصح هو الثالث، إنك أنت لازم تخطط قبل السفر وتقرأ عن المكان اللي رايح عليه، هذا خطأ الحل هون. الجواب الصح هو الثالث اللي بعده. أوكي هاي آخر وحدة. أوبيفت فيرا لاس فروغنا وهيتس وارن إيمينيو. هلا هون الأسئلة بنقرأهم وبعدين بنبلش هون. فاكو ستار شيكلينج، معناتها بدنا ندور على كلمة شيكلينج بالمنيو بالقائمة الطعام. فيلك مات ار باللي جاست، اي اطعم هو اي طعام هو ارخص شيء. هلا بنشوف الاسعار اي ارخص شيء. نار كمان ايت بيتزا بو ريستورانك موسيك، هذا الريستوران موسيك اسم المطعم. نار كمان ايت بيتزا، هون قسم البيتزا، فبدنا نشوف ايمت الواحد بيستطيع اكل البيتزا، فبدنا ننتبه على المواعيد اللي شايفينها هون وهون. طيب خلينا نقرا الجريل. الجريل كلهم شايفين جريل لام سبيت مي يوغرت صوص مع لام، اعتقد هو لحم الخروف مع اليوغرت مع صوص اللبن اعتقد، هذا السعر. فيسك وجرون ساكر صو وصوص فيسك وخضروات وصوص، هذا السعر. شيكلينج وجرون ساكر 96 مثل ما شايفين، نتي 6 معناتها نتي 6 هذا هو الصح. او خلينا نشوف جرون ساكر، ما في شيكلينج غير هاي، فهي الوحيده شيكلينج، فليك الجواب نتي 6 نتي 6. فيلكم مارت قال بيلي جاست، بيلي جاست بنشوف الاسعار مين ارخص شيء، تقريبا هذا ارخص شيء. بيتزا بيتزا مي كباب او ستارك صوص، بيتزا مي كباب او ستارك صوص، هذا الحل صح وهذا صح. نار كمان ايتا بيتزا بو ريستورانت موسايك، ايمت الواحد بياخذ بياكل بيتزا، هاي البيتزا. المطعم هون مواعيد الفتح موندو فريدا كلوك كان الساعة 11 للساعة 23، 23 بتكون الساعة 11 المساء. ولوردا فريدا من الساعة 17 للساعة 24، يعني 17 5 ل 24 ل 12 المساء. مثل ما شايفين هون اللونش هو من الموندا فريدا كلوك كان الفا للفيمتون، يعني من ال 11 ل 3 75، معناتها مو هذا ارخص اكل، هو 72 ارخص اكل، معناتها جواب هذا صحيح. بس البيتزا هو بس هون، والبيتزا مثل ما كاتبين فرون اوجن من الفرن، وهذا جريل هون كانت شغلات الجريل، فمن الفرن سيرفيراس تقدم، او يعني سيرفيرا يخدم، بس هي هون سيرفيراس جاي بمعنى تقدم. فرون من كلوك كان ارتون، يعني الساعه بالسته، لانه 12 ل 18 في 6 ساعات، يعني الساعه 6، فمعناتها بوك فيلن في المساء، اكيد مع وقت اللونش لانه اللونش شايفين فيمتون. هيلا داغن، لا مو هيلا داغن، لانه ببلشوا من الساعه ارتون يعني بوك فيلن، فهذا الجواب الصح. هدول الاجوبه صحيحين، هاد وهاد وهاد صحيحين. بس انا حبيت هذا احكي عنه، ما بعرف هذا بصراحه اذا كمان بالسي ولا بالدي ولا وين، اعتقد هذا بالسي، بس لانه ممكن يجي هيك شيء ومينيو، او انه ممكن كمان ثواني شوي، اعتقد كمان انا جبت لكم ممكن يجي هيك شيء. اوبيفت 2 دياجرام، هذا هو الدياجرام، كيف تقرا دياجرام وكيف بتحلله. هلا هذا حاحكي عنه لحاله، لانه حجيب اكثر من دياجرام واحكي عنه بالفيديو الجاي. ما بعرف اذا هدول الحل صحيحين، بالفيديو الجاي بنشوف اذا هدول صحيحين ولا لا. تابعوا الفيديو الجاي لحتى نعرف انه اذا هدول صحيحين، ولحتى نحل دياجرام ثاني وثالث، لحتى نتعلم كيف نقرا هذا الجدول وكيف بنحدد. مثل ما شايفين هون بنتعلم كل شيء بخصه لحتى تجيبوا علامه عاليه. هذا بيجي بالسي وبالدي، لازم الواحد يكون بيعرف كيف يقرا دياجرام، يكون بيعرف كيف بيحلله، كيف بياخذ منه الحل الصحيح. بس هذا هو كان الفيديو، ما رح اقدر اعمله اليوم لانه حخليه بفيديو لحاله، كيف الواحد بيقرا دياجرام من زاوية فيديو لحاله، عشان ما يصير الفيديو هذا كثير طويل وما تملوا منه. شوفوا الفيديوهات الماضيه، موفقين بالامتحانات، ادرسوا منيح، انتبهوا كثير وانتم عم تكتبوا، حاولوا تقراوا السؤال مره ومرتين وثلاثه لحتى ما تخربطوه، انتبهوا بالامتحان، ممكن انتم تكونوا مجهزين موضوع معين، يجي عن نفس فكره الموضوع بس يغيروا نكشه صغيره فيتحول الموضوع لشكل ثاني، يعني مثل موضوع السمستر اللي كاتبينه هو عباره عن شخص بده نصيحه لوين بده يسافر، الموضوع السمستر اللي اجى من فتره عن انه اكتب عن سمستر قمت فيه بالماضي، فالاثنين عن السمستر، بس في فرق كبير بين انك تعطي نصيحه للسمستر
وبين انه تكتب عن سمستر انت بحد ذاتك قمت فيه بالماضي. يعني الافعال بتختلف، طريقه الكتابه بتختلف، سواء كان رساله ولا غير رساله بيختلف. فانتبهوا كتير منيح اذا حافظ موضوع، مو شرط يكون هو تماما اللي عم يجي، ممكن يغيروا فيه شوي بسيطه يلبكوكم. بس بتمنى لكم التوفيق، شوفوا الفيديوهات الماضيه وبتمنى انكم تستفيدوا وتجيبوا علامات عاليه. سلامات، بشوفكم بفيديو جاي.